وينضم إلي عبر الهاتف السيد مختار المحمودي وهو مدير السلامة في شركة الخطوط الجوية الإفريقية. سيد مختار أهلا بك. بداية هل تؤكد لنا المعلومات التي وردت عن إصابة موظفين تابعين للشركة وأيضا إصابة إحدى الطائرات وهي رابضة في المطار؟ بداية أشكركم على تحت هذه الفرصة لنا للحديث عن ما وقع اليوم من جريمة في مطار نيتيغا. وأسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لزملائنا ولطياراتنا ولكل ليبي إن شاء الله ربي يصلح حالنا وأحوال الجميع. بداية هو أصيبت لنا إحدى الطائرات القذيفة، إحدى القذائف سقطت بقرب حظيرة الصيانة لخطوط الإفريقية، والسيارة والطائرة التي أصيبت كانت داخل الحظيرة. كما أصيب زميلين لنا، واحد موظف أمن وواحد فني في المهندس في المخزن الصيانة، هذو الاثنين أصابات، وهناك زميل ثالث من شركة البراق حسب ما أفادني به السادة الزملاء. نعم، ما هي حالتهم الصحية الآن وهل إصاباتهم خطيرة أم أنهم تماثلوا الشفاء؟ لا، هو الأخ اللي في مخزن الصيانة تقريبا إصابته جت في الرأس، لكن الحمد لله أخذوا المستشفى، ويعني قيل بأن الإصابة ما هيش أي طفيفة. والزميل الثاني في المكتب الأمن إصابته في يده بسيطة جدا، اتصلت به والحمد لله أموره طيبة. نعم، ماذا عن الطائرة؟ نعم، الطائرة التي أصيبت هل تأثرت بشكل كبير؟ وهذا يؤثر ربما حتى على موضوع الرحلات وتنسيقها. هي طبعا هو توقف الطائرة عن تشغيل لأن الإصابة اللي فيها تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى وقت من الزمن لصيانتها، فحتتوقف عن تشغيل لمدة حتى يتم الصيانة المبدئية لها، ثم ربما تنقل للخارج لصيانة أعمق من هذا. هذه القذائف طبعا قد تخترق الجسم الخارجي وتدخل أيضا حتى إلى قد تعطل أشياء داخل الطائرة نفسها. نعم، بالتالي هل تأثرت الآن تأثر ربما جدول الرحلات من قبل الشركة؟ هل لديكم ما تريدون ربما إبلاغه لزبائن الشركة أو المسافرين؟ هو ما نريد إبلاغه حقيقة هو للمسؤولين في هذه في الدولة. المطار الآن يتعرض إلى العديد من المرات في القصف. نعم. يتم إقفاله بصفة مؤقتة ثم يعاد فتحه دون أن يكون هناك ضمانات لحماية المطار من الاستهداف، خصوصا من ما تناهى إلينا من أخبار أن الاستهداف اليوم هو عبارة عن قذيفة هاون وليس الطائرة، قصف طائرة. طبعا هذه المعلومات هي معلومات مبدئية تحتاج إلى تأكيد، لكن هذا ما ورد إلينا. وبالتالي قضية فتح المطار وإغلاقه هذا أمر لا يتأتى من ناحية معايير السلامة والأمن. ينبغي أن يكون هناك ضمانات لحماية المطار من مثل هذه الاستهدافات، وإلا تحويل المطار إلى التشغيل إلى مطار آمن حتى تنفرج هذه الكربة التي تمر بها البلاد إن شاء الله. نعم، مختار المحمودي مدير السلامة والأمن في شركة الخطوط الجوية الإفريقية، شكرا جزيلا لك.